مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهي الفقرة بنتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم وما جرى خلال الساعات القليلة الماضية. رح نبلش أولا مع نتائج المباريات في كأس العالم تحت 17 سنة أو مونديال الناشئين. في مباريات ربع النهائي كانت المكسيك تفوقت على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، أما فرنسا فكانت فازت على إسبانيا بنتيجة ثقيلة جدا بستة أهداف لهدف، إذن وتأهلت طبعا. هذه بما يتعلق بنتائج المباريات. لم يكن هناك أي منافسات سواء على الدوريات الأوروبية أم منافسات عالمية، ولكن طبعا هذا راح يكون أسبوع الفيفا، لذلك ستتوقف الدوريات الأوروبية الكبرى في الأسبوع القادم، وراح يكون في عنا إذا مباريات ودية وتصفيات بالنسبة للمنتخبات. الآن ننتقل إلى أخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات وكل ما ذلك. وفقا للصحافة الإسبانية، على ما يبدو ليونيل ميسي نجم وقائد نادي برشلونة كان يلعب مباراة فريقه الأخيرة أمام سيلتا فيغو ضمن الجولة 13 من الليغا وهو مصاب نوعا ما، لأنه كان يعاني من انزعاج صغير في عضلة الفخذ الأيسر، وشعر بهذه الانزعاجات منذ عمليات الإحماء التي تمت قبل المباراة، لكن لم يكن هناك أي مجال لخروجه، ولذلك يعني لعب المباراة مصاب. سلامات لميسي، لكن حتى الآن لازم نتذكر أنه برشلونة لم يعلن أي موضوع أو أي أخبار حول موضوع أنه هو مصاب وسيبتعد عن بعض المباريات أم لا. في خبر آخر، كان رياض محرز النجم الجزائري ونجم نادي مانشستر سيتي تحدث عن تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا، وتحدث عن الهدف الضربة الحرة في مباراة نيجيريا تحديدا. إذا قال في مباراة نيجيريا في نصف النهائي قبل أن أسدد الركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز، أول ما فعلته كان النظر إلى الشاشة الإلكترونية للملعب. عندما وجدت الساعة تشير إلى الدقيقة 94 قلت لنفسي إنها اللحظة المثالية لي ويجب أن أكون بأقصى درجات تركيزي. قال أردت أن يتواجد أقل عدد ممكن من اللاعبين، لكن في الجزائر كل لاعب سيريد تسديد هذه الركلة. وقف بجواري يوسف البليلي، وأتذكر أيضا أنني قلت لبغداد بنجاح اترك الركلة لي أنا من أسدد، بينما طالبت البليلي بالبقاء بجانبي لكي يخدع لاعبي نيجيريا وكأنه هو من سيسدد الكرة. قال في البداية أردت تسديد الكرة أرضية أسفل الحائط البشري، لكن وجدت أحد لاعبي نيجيريا يفترش الأرض خلف زملائه وهو ما غير من حساباتي تماما، لأنني استبعدت تسديد الكرة أسفل الحائط أو أعلى. قال كانت زاوية الحارس النيجيري مفتوحة أمامي وركزت على تسديد الكرة بأقصى قوة لتدخل المرمى وهو ما نجحت به. كنت مقتنعا بأنني سأحقق إنجاز في كأس الأمم، أنا أعرف نفسي جيدا، عندما أشارك في المباريات لدي قدرة على إحراز الأهداف وعلى صناعتها والوصول لقمة مستواي، وفي مصر أخذت بثأري. هذا ما قاله النجم الرياضي رياض محرز إذن حول الهدف الغالي جدا عندما حطها في الشباك في مباراة نيجيريا. ياريت تخبرونا عن آرائكم من خلال التعليقات، ما رأيكم بتصريحات النجم رياض محرز. في خبر آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرب انتقال اللاعب جيدن سانشو جناح بروسيا دورتموند إلى نادي ريال مدريد. على ما يبدو ريال مدريد يراقب جيدن سانشو منذ فترة، وعلى ما يبدو بروسيا دورتموند سيطلب 100 مليون يورو إذا في سعر اللاعب، وهو طبعا رقم كبير جدا، وربما سيتم هناك حسب التقارير الصحفية مفاوضات بين الناديين من أجل الحصول على اللاعب المطلوب من قبل العديد من الأندية الأخرى الكبرى طبعا.
في خبر آخر، كان نادي بايرن ميونخ أعلن أنه البوسني حسن صالح ميديتش البالغ من العمر 42 عام اللي هو المدير الرياضي في البايرن سيتم تعيينه في المجلس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ. إذن الآن تتم إعادة هيكلة مثل ما بنعرف في البايرن، يعني غير أنه موضوع المدرب وما إلى ذلك. طبعا بالحديث عن موضوع المدرب، مسؤولي نادي بايرن ميونخ يخططون لعقد جلسة مع المدرب الألماني هانز فليك من أجل مناقشة مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة. طبعا نحن نعرف أنه فليك تم تعيينه مؤقتا خلفا لكوفاتش الذي تمت إقالته بعد الهزيمة أمام إنتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف في الجولة العاشرة من البوندسليغا. وعلى ما يبدو وفقا للصحافة الألمانية، مسؤولي البايرن سيعقدون محادثات مع فليك خلال هذه الفترة اللي هي راح تكون مثل ما قلنا فترة توقف دولي من أجل مناقشة بقائه مع الفريق لمدة أطول. طبعا أولي هونيس رئيس النادي وكارل هاينز رومينيغير رئيس التنفيذي قالوا أنهم سعيدين بالأداء والنتائج يلي حققها فليك، ولذلك ربما يرغبون باستمراره ليس فقط لفترة الانتقالات الشتوية بل حتى نهاية الموسم الحالي. ياريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات حول هذا الموضوع، هل تؤيدون استمرار فليك إلى نهاية الموسم أم تفضلون تعيين مدرب جديد، مدرب سوبر للبايرن خلال الفترة القادمة؟ في خبر آخر، بحسب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تم استبعاد رحيم ستيرلينج اللي هو جناح منتخب إنجلترا من المنتخب في المباراة التي ستواجه الجبل الأسود في تصفيات اليورو 2020 بسبب طبعا المشاجرة التي حدثت بينه وبين زميله غوميز. إذن على ما يبدو يعني نعرف أنه صار في مشادة كلامية وصار في عراك بالأيدي بينه وبين زميله، وعلى إثره تم استبعاد ستيرلينج. إذن مع أنه ستيرلينج طلع وحكى أنه يعني تم تصفية الحسابات وكانت هذه المشاجرة لمدة ثواني ومن ثم تحدث هو وزميله غوميز ويعني صفوا النية مثل ما بيقولوا، لكن قرر الاتحاد الإنجليزي وساوثغيت على ما يبدو استبعاد ستيرلينج مع ذلك. في خبر آخر، إذا وفقا للصحافة الألمانية، أرسن فينجر المدرب الفرنسي استسلم من الانضمام إلى بايرن ميونخ وقال أنا خارج السباق، وقبل أي شيء أود القول بأنني لم أكن مرشحا لتدريب البايرن على الإطلاق. سئلت عن موقفي لكني لست داخل السباق لنيل هذه الوظيفة ولست مرشحا لها. إذن يعني على ما يبدو فينجر ينفي أنه هو سيدرب البايرن في الفترة المقبلة، ومثل ما شايفين يعني على ما يبدو يرغبون باستمرارية فليك. إذن رغم كل الشائعات التي أكدت أنه فينجر سيكون المدرب القادم للبايرن. في خبر آخر، كان وفقا للصحافة الإسبانية ميسي يرغب بتجديد عقده، طبعا نادي برشلونة يرغب بتأجيل تجديد عقده. برشلونة صرح مؤخرا بأن النادي يسعى لمنح اللاعب عقد لمدى الحياة، ولكن ميسي طبعا متذكر أنه قال هو لا يفضل توقيع على عقد مدى الحياة مع برشلونة لأنه علاقته بالنادي أكبر من أي عقد. لكن الصحافة الإسبانية قالت أنه ميسي لن يستغل بند الرحيل الموجود في عقده الحالي وسينتظر إلى الموسم المقبل من أجل التفاوض على تجديد عقده. إذن في خبر آخر، المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي ومنتخب المغربي سابقا أعلن اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي، وطبعا أعلن هذا الموضوع عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وقال لقد قررت اعتزال اللاعب دوليا. نتذكر الأزمة اللي واجهها قبل بطولة أمم إفريقيا، وطبعا قرار مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي، وهذا الموضوع جر أزمات كثيرة حتى قرر إعلانه الاعتزال دوليا. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا القرار من خلال التعليقات.
في خبر آخر شفنا الصحافة كلها عم تتحدث عن قرار استبدال رونالدو في مباراة فريقه أمام الميلان. ناس وصفت ساري المدرب بأنه هو شجاع بسبب استبداله لرونالدو، وناس وصفت أنه هذا الاستبدال ما كان لازم أنه يتم. على كل حال، وفقا للصحافة الإيطالية، عندما تم استبدال رونالدو، رونالدو قام بشتم مدربه ساري قبل التوجه إلى غرفة الملابس. هذا وفقا للصحافة. طبعا نحن ما بنعرف إذا هذا الحديث صح ولا لا، لكن خبرونا عن آرائكم من خلال التعليقات. هل تتوقعون أنه هذا الفعل يعني صدر من رونالدو أم لا؟ في خبرنا الأخير، كانت طبعا الخبر الأبرز، أجريت الاثنين قرعة بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية في شهر يناير كانون الثاني. طبعا البطولة الجديدة والنظام الجديد سيشهد مشاركة 4 فرق رح يلعبوا فيه. برشلونة هو بطل الليغا، فالنسيا بطل الكأس، أتلتيكو مدريد اللي هو الثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد ثالث الدوري الإسباني. ستجري المباريات من البطولة من 8 حتى 12 يناير، وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، وريال مدريد سيواجه أيضا فالنسيا في نصف النهائي. وإذا تأهل ريال مدريد وبرشلونة إلى النهائي، طبعا الدور النهائي سيشهد كلاسيكو بين الريال والبرسا. إذن مباراة الريال مع فالنسيا راح تكون يوم 8 يناير، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد راح تكون في 9 يناير، والنهائي راح يكون في 12 من هذا الشهر. إذن هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حصادنا الكروي. أنا بتشكركم كتير على مشاركتكم لإلي ومتابعتكم لهذا الفيديو، وأراكم في الفيديوهات اللاحقة إن شاء الله للحديث عن مباريات وعن كافة التطورات الرياضية للبث الحي لصفحة أخبار الآن. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.